أيها الحاضرون، نستمر في البرنامج الرابع عن تلاوة القرآن الذي سيتلوه فضيلة الشيخ الأستاذ الحاج مؤمن عين المبارك. حاضرين yang dimuliakan Allah, acara yang keempat pembacaan ayat asyati Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Qari Al-Ustaz Haji Muhammad Ainul Mubarak, Qari Internasional dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Kepadanya dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Boleh dinaikkan treble-nya sedikit ya. Pakai echo ada. Sedikit aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Love.
ومن يضلل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لا مذبذبين بين ذلك لا لا بسم الله الرحمن الرحيم.
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان سبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العظيم. صلاة sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran tadi memberkahi kita semuanya. Allahumma amin.